بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. في هاتين الآيتين أمر للرعاة وأمر للرعية، وقد كتب عليهما شيخ الإسلام رحمه الله مؤلفا ضخما اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فالآية الأولى: يأمر الله جل وعلا الولاة، ولاة أمور المسلمين، فيقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات قالوا إنها الوظائف، الوظائف التي في دولة الإسلام، أن تسند إلى من يقوم بها، إلى الأكفياء من العباد ليقوموا بها، فهي أمانات، أمانات عند الراعي في أن يضعها في موضعها ويسندها إلى أهلها، وهي أمانات في المسترعى والوالي الذي يوليه ولي الأمر. فالمهمة الوظيفية أمانة في عنق الموظف، عليه أن يقوم بها ولا ينقصها أو يخون فيها. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قد ورد في سبب نزول الآية أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، وكان مفتاح الكعبة عند بني شيبة، وأخذ أراد علي رضي الله عنه أخذه منهم، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى بني شيبة. هذا سبب النزول، والآية عامة، والعبرة كما يقول الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فدل هذا على أن الوظائف والمسؤوليات أمانات في أعناق ولاة الأمور والمسؤولين الذين يوليهم ولي الأمر مسؤوليات الدولة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس، أي ويأمركم سبحانه وتعالى أنكم إذا حكمتم بين الناس، والحكم معناه الفصل في المنازعات، الفصل في المنازعات التي تكون بين الناس، وهو الحكم الشرعي، وهو ما يسمى بالقضاء، وهو بيان الحق مع الإلزام به. وأما الفتوى فهي بيان الحق من غير إلزام به. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو الإنصاف ومنع الظالم من ظلمه وإعطاء المظلوم حقه، ولا يحكم القاضي، لا يحكم القاضي بهواه أو بميوله، وإنما يكون هدفه الحق وإقامة العدل بين الناس
فلا يحابي أحدا لقرابة أو لصداقة أو لغير ذلك، حتى مع الكفار إذا كان الحق للكافر يحكم له به على المسلم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالحاكم الذي يتولى الحكم بين الناس سلطانا كان أو قاضيا يجب عليه أن يعدل في حكمه. وقد جاء في الحديث أن المقسطون على منابر من نور يغبطهم النبيون، وهم الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في أهله في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ما ولوا. فهذا هو الواجب على الحاكم، سواء كان سلطانا أو قاضيا أو محكما بين الناس، بأن يحكمه المتنازعون، يجب عليه أن يحكم بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا يستدعي أنه لا يدخل في الحكم بين الناس إلا العلماء، إلا العلماء الذين يعرفون العدل والحكم الشرعي. ولهذا جاء في الحديث أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضيان في النار الذي حكم بين الناس بغير علم، هذا في النار. الثاني الذي عنده علم ولكنه حكم بغير العلم، حكم بغير العلم الذي عنده، إما لهوى وإما لرشوة وإما لغير ذلك، هذا في النار. من علم الحق ولم يحكم به، علم الحق ولم يحكم به. الثالث هو الذي في الجنة، وهو الذي يعلم الحق ويحكم به بين الناس، هذا في الجنة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل الذي ليس فيه جور ولا ظلم ولا محاباة. وهذا كما ذكرنا يشمل الموظفين، فالموظف في دائرته حاكم، يجب عليه أن يعدل بين المراجعين وأصحاب المعاملات، ولا يحابي أحدا أو يأخذ الرشوة أو غير ذلك، فإن الله سائله عن ذلك يوم القيامة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.